السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من Way of the Hunter. Way of the Hunter لعبة simulation أو hunting simulation جديدة نزلت على ستيم ب 16 أغسطس، واليوم نحن عم نجربها ونشوف شو هاللعبة وقديش قوية هاللعبة. طبعا اللعبة بصراحة أنا عن نفسي حبيتها، من أروع الألعاب السيميوليشن الهانتينج سيميوليشن، وفيها واقعية فظيعة. حورجيكم إياها بعدين، أنتوا بتحكموا عليها إذا بتعجبكم أو لا. اللعبة محتاجة تركيز ومحتاجة لإنكم صبر لحتى تلاقوا فريستكم، ومحتاجة لشغل صح. راح أترككم على الفيديو وبعدين برجع لكم مع جيم بلاي. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. You'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad, so make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and... maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the key. Oh God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. But tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley. Wow. من البداية الفيديو رائع. Nez Perce Valley أو عفوا Nez Perce Valley. Nez Perce Valley. هيك اسمه صح. لعبة هانتينج واصطياد وحيوانات وشغلات يعني رهيبة للأمانة. جرافيكس وايز كتير حلو مثل ما شايفين. حاليا عم نحاول انه نكتشف اللعبة ونكتشف اداء اللعبة بشكل افضل. هلأ هون عم يعطونا طبعا شوية تدريبات، الحمد لله ان تدريباتهم ما انهم كتير سيئة مثل ما بيقولوا. في عندهم شغلات خفيفة عبارة عن بس كيف تموت وكذا. بعدين more information بيقول لك هون كيف بدنا نمشي. واو ليك الدب محلا اوش فظيع. طيب عندنا شوية امور يعني شوية هيك مهمات بسيطة حنعملها، بعدين حنكمل بموضوع الجيم بلاي ونجرب الهانتينج. لازم اول شيء نجيب المفتاح، واللي موجود هو فعليا هون. طبعا حاليا ما معنا شيء غير الناظور، فنحن لازم نجيب الاغراض كلياتها. نجيب الناظور، نجيب عفوا المسدة، هذا شو يسموه القناصة، السلاح. بعدين هنجيب اها
هاي القناصة، هاي سلاح، هنعمل لها كيوب. وبعدين في عنا هون كمان القناص، هنعمل له كيوب. وهيك بنكون خلصنا. وهذا الايميل تبعيتنا، فينا نستفيد الايميلات هون تبعيتنا. وفي عنا الشوب اللي هو فينا نشتري فيه أسلحة. فنحن هون عنا مستودع، يعني مو مستودع، عنا مخزن أسلحة رهيب بصراحة. في عنا جيرز مثل ما شايفين، في شغلات يعني الأمانة حلوة. وعنا هدول الصفارات اللي هن فعليا بيجذبوا الحيوانات، يعني مثل هذا مثلا البوق بيجذب الغزال أو شيء. هذا عندك هون بيجذب هيك شغلات، الهوغ كولر هذا. في عندك هون بيجذب البط، هذا بيصيح للبط. وهذا الجوز اللي بيصيح للوز. فيعني في شغلات هون حلوة موجودة غير عنا عن القناصات اللي موجودين هون مثل ما شايفين. وعنا طبعا هون اللي هن ما بعرف شو دول تشيكات او شيء. هاي بالنسبة للهون، بالنسبة لعفوا الشوب. بالنسبة للستورج فاضي حاليا، معنا غير هاي القناصة. في عنا طبعا كمان نفس الشيء، النوم والفئة والممور هاي. وعنا انواع السيارات اللي موجودة حاليا، واللي هن بس موجود حاليا هو الجيب او الاوف رود ميل طبعا، وهالامور هاي. في عنا هون open the basement. يعني هاي هون في عندك مناطق تانية فينا نستكشفها. طيب هلا في شغلة حلوة كتير باللعبة، ألا وهي هاي فينك تحط فيها فعليا هذو مثلا الشغلات هاي اللي هي بتعمل فيها، انت بتعملون هانتينج بعدين بتجي بتجيبها لهون وهالأمور هاي. فبصراحة حلوين، هذا البيت مليان منه يعني بطريقة فظيعة. شوف قديش فيه موجودين تقريبا بكل مكان بالبيت، تيكهم هون هون. فانت فعليا عليك انك تعبيهم بكل بروس كل الحيوانات اللي موجودة حواليك. شغلة حلوة وجميلة وللأمانة وممتعة. هنبلش نجرب من بعضنا نكتشف المنطقة. شايفين هدول كلهم هون بنحط فيهم حيوانات كمان. يا سلام يا سلام يا سلام. وهون كمان هون فينا نحط شغلات هيك مثل مثلا، ايوه يا سلام. يعني بتعبي المكان كلياته باشياء تصطاد انت. خلينا نشوف مبدئيا اللي عم يقلنا هون استكشف هاي المنطقة، وعندنا بعدين هون نستكشف هاي المنطقة، وبعدين نطلع لهون نستكشف هاي المنطقة. لازم ننزل لان جوا تحت. هاي القناصة سبق قلت لكم ان اللعبة فيها درجة واقعية رهيبة. هاي الماب تبعيتنا. يا سلام. يجو حلو عن جد، المنظر حلو يعني بصراحة، ممتعة ممتعة. يعني انت لما بتكون هيك في منظر باللعبة ومناطق خلابة بتستمتع باللعبة. طيب نحن لازم نروح نعمل، لازم نجي من هون ونروح على السيارة ونروح على المنطقة يلي بدنا اياها. طبعا ترافل فاست، فينا نروح لهون. طبعا هذا المكان اللي شو اسمه، هلا في شغله فعليا انت اذا بتترك السياره وبتروح اي، بس راح ننبه لكم اياها. يعني انت مثلا يوم اخذت هاي السياره راح تحطها، خلينا نقول حطيتها بمكان الصيد، محل ما تاخذ صيد، بعدين تركتها ورحت، بعدين عملت فاست ترافل. لا يعني بعد ما تكون مشيت انت طبعا كتير، بعدين رحت عملت فاست ترافل للمنطقه اللي بدك اياها. فانت فعليا حتواجه شغله كتير صعبه، الا وهي يا اصدقاء انه حتترك السياره بمكان اللي كانت فيه. ما حيعمل لك فاست ترافل للسياره، لازم ترجع تجيبها انت بنفسك، ترجع تمشي وتعملها وترجع تجيبها. وهذا هون مشكله. فاذا انت اخذ السياره فعليا لا تنسى ترجع معك، والا فعليا لازم ترجع تعمل لك تضرب لك مشوار طويل عريض لمنطقه السياره حتى تقدر
ترجعها. هذا شيء بسيط جدا من اللعبة. طبعا أنا هذا بعتبره طبعا منطقي لمرحلة من المراحل، إنه فاست ترافل أنا ما بعتبره هو واقعي باللعب أصلا، لأنه ما في شيء بالواقع اسمه فاست ترافل. طيب هون عم بيقول خلينا نترك السيارة هون، فنحن راح نتركها هون. بوم بوم بوم، ولازم نطلع لفوق. مثل ما شايفين عم بيورجينا انه نحن لازم نمشي اكثر من انه بس نركب سيارة ونروح للمنطقة اللي بدنا اياها. بسبب قلت لكم ان اللعبة بدها صبر، لما بقول بدها صبر يعني عن جد بدها صبر، لانه موضوع ما بيخلص ب ثواني، لا بياخد وقته فعليا. تحتاج انت لانك تمشي عن جد كيليات المترات، اذا عم نعتبر احنا هون المنطقة هاي، تحتاج انك تمشي مسافات بعيدة مشي، حتى بس كرمال تعمل مهمة صغيرة، او مثلا تصيد حيوان معين، او انه تعمل شيء يعني بهالخصوص هذا. فهذا شيء بسيط وسهل مقارنة بالمهمات اللي بدك تعملها كمان بالصيد. الصيد لحاله عجوبة، بدك تكون صياد حتى تصيد. في واقعية للأمانة، في واقعية. مو كل إصابة بتصيبها بتضربها على حيوان بتصيب أو بتقتله، لا، كل إصابة إلى خلينا نقول، ما بدي أقول برسنتج أو يعني ما بدي شلون بدي أقولها، كل إصابة فعليا أنت بتضربها على حيوان إلى بتاخذ مكانه. يعني إذا أنت ضربت مثلا على القلب فبتقتله، أما إذا ما ضربت على القلب فما بتقتله، يعني في مثلا ضربت على الرقبة ممكن ما تقتله، ضربت على الرجل مثلا ممكن ما تقتله. إيكو إيهو، هذا هو الإيكو. لو ما تنسى تزور رفيقك الإيكو، هذا هو الإيكو. شكله كان شكله من 10 سنين كان يجي لهون ويصيح، شكله ما كان في حدا غيره اصلا، هو حاس حاله لحاله بهالعالم الفظيع. نفس الشيء ممكن هون توقع تتموت تكسر او ممكن تنفذ انت وحظاتك. انا حابب انزل لتحت بس بصراحه ما لي حابب انزل من هنيك، لانه اوهو تعالوا نشوف ننزل من هون بركي. ها شايفين هاي الإصابات؟ أبا أكيد راح نموت هيك. ها هورجيكم هلا أنا كيف بيموت. اوبا لا ما مات، صدمني عن جد، صدمني ما مات. نط بعد يموت والله. لا هو عن جد بياكل اصابات لما انت بتنط مثلا مسافات، بس مسافات ما بعرف يعني هن بجوز هي مو معتبرينها او ما كانوا حاسبينها بحسابهم انه حدا ينط هيك نطه، بتنط مسافات صغيره شوي او هيك، مثلا في مسافه هيك مثلا مثل هون مثلا، بيعطيك ال بيعطيك دمج على الوقعة. هذا الدمج فعليا بحاجة انت تداوي، بس بجوز هلا لانه احنا بالمراحل الاولى باللعبة فما كتير عمل هذا الدمج. برجع بقولكم متل ما شايفين open world، لعبة جميلة ممتعة، ففي شغلات تستحق انه تجرب. غير عن هيك يعني ممكن حتى انك عن جد تستمتع فيها. فظيع المنظر، فظيع يا اخي. ما بعرف انا منين بيجيبوا هالافكار هاي الخنفشارية تبعيتهم. عفوا ليه، بس شو حلوة السيارة على فكرة. لا 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 لا.
بجاوب لكم انا عم باخذ السياره لانه اذا تركتها هون ما عاد فيني ارجع اخذها، لازم احطها بمكان اقدر اسافر عليه ترافل فاست ترافل مثل ما بيقولوا لحتى اقدر. حلو الموضوع كمان انه انت فعليا عندك خيارات التنقل فيها بشكل خطير للعبة. هاي هون منطقة تدريب على الصيد. ها طبعا هون لازم نجي احنا لهون دتين السيارة هيك ما بيأثر. هلا حورجيكم انا اسلوب التدريب على الصيد العجيب. هلا عبينا هو من واحدة من المهمات عبينا زيرو يور رايفل هاي 50 لازم ننزل لل 50 تمام ونقوص ونصيب هذا الغزال. هلا بدنا نرفع لل 150 هاي 150 اوكي to deliver the best shot learn كمان هي اللي عم نحكي عليها وين تضرب احسن مكان. بدنا نضرب على 150 اعتقد هي 100 صح ايوه هاي 100 هاي 150 ما صبناها. بيرفكت هلا وصلنا على 200 كفو والله ما توقعت تصيبها من اول مره. تشيك ذا فورغوتن نوت هي فورغوتن نوت هي فورغوتن نوت ريد. حلو الموضوع انه بيقرا لك كمان. هلا فينا نحن نعمل لهون فاست ترافل على الايكو ما فينا نعمله فاست ترافل بس فينا نعمل لهون فاست ترافل. تركنا السياره هون حيورجيكم هلا انه حتضل السياره بمكانها. وين السياره؟ السياره ضلت بمكانها. وين السياره؟ هون ورا الشجر مفروض اها ورا الشجر. فهيك هلا اليوم او هلا بدنا نروح لوين نجي لهون لهي المنطقة وبلش نصطاد. نبلش نصطاد اول حيوان من الحيوانات اللي موجودة بهالبرية واللي هي مفروض هون ليكون في منطقة هون بتقعد تشرب فيها تشرب شو بسموها بتعمل مشاوي. السلام اوف والله بعيدة 8 متر وهي اول مكان اصطياد. so many burrows
definitely overpopulated in this area. جميع احنا هدول الحيوانات كلياتهم بدنا نصيدهم، مو كلهم، نصيد واحد منهم فعليا. عم بيقول لك شوت ابو دق، وعارف شو بسموه. هو عبارة عن اعتقد هذا خلد او شيء. طبعا لحتى تصيده فعليا بدك مثل ما قلنا بدنا نصبر لحتى نلاقي اللي بدنا اياه، وبعدين لازم نعرف قديش مسافته بعده عنا. مثلا هذا مثلا بعده عنا 120 متر، فلازم نظبط القناصة على 120 متر. هذا 79 متر، لازم نظبط القناصة على 79 متر. هذا مثلا 66 متر ويبتعد. هذا ممتاز، خلينا نصيده. بدنا نغير اول شيء طبعا ل 66 متر او 100 متر، خلينا نحطه او قرب لعنا. ممتاز، شفتوا اوصلنا ضربة ما مات. ابا 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 هرب طبعا. طبعا هو هرب، اوصلنا ضربة ما مات فورا، هرب بس فعليا صدناه لانه هورجيكم هذا كمان بومبا. هذا صدناه بوقته. ليش؟ لانه هذاك اول واحد احنا صدناه. هلا حورجيكم اول واحد احنا صدناه فعليا، صدناه بطريقه انه من ورا هيك شوي برجله او شيء، فما مات فورا، مات بعدين. تمام، الثاني صدناه فورا بالقلب. هلا حورجيكم الفرق بين كل واحد بيناتهم كيف صدناه هون. آه هذا اللي صبناه، شايفين صبناه برجله، يعني شوف ما احلاها شلون ورجتك اياها، صبناه برجله. ففعليا احنا عندنا بس الفلاش لهذا الرجل او الفلاش مضروب، هاي المنطقه هون صبناه هيك برجله. ما مات فورا، مات بعدين. طبعا كله سليم، ما في شيء، الهارت سليم، البرين سليم، اللانج سليم، الرئتين اليمنى واليسرى سليمات. بس انا صبناه برجله فقام مات. هاي من الشغلات، شوف ما احلاها، بورجيك اللي هي ممتاز والله، برافو. هاي ما احلاها، بورجيك شلون صبته. هذا الثاني اللي صبناه، شوف شلون اجت الضربة، بيوم دخلت بالرئتين تبعيته، بعدين فادت بالقلب، بعدين طلعت من القلب وطلعت من جسمه. هيك بتشوف، بتعرف كيف كانت اصابتك، وبعدين بتصير بتضبط امورك على، او بتصير بتهز بتضبط امورك او بتضبط اصاباتك على الشغله. عم بيقول لك هون انه الكليه مضروبه، او مو الكليه عفوا، الرئه اليمنى مضروبه، الرئه اليسرى مصابه بس ماشي الحاله، عم تنزف. عم بيورجيك انه عم تنزف. هون عم بيورجيك الفليش اللحم عم ينزف، بس ما في عندك مشكله فيه. في عندك القلب ميت، مش الحال، ومات القلب والبرين ما في شيء. هاي مش شغلات اللي انت فعليا فينك تهيئ. فهلا هون عندك خيارات. طبعا اول شيء عم بيقول لك انه انت فينك اوربت، اللي هي اظن شو اسمه، بعدين هون الاوربت هي عشان تحرك. عندك الباكورد والفورورد، هاي مثلا هيك بترجع بتصرف الرصاصه شلون دخلت وطلعت. بعدين في عندك تبيعه، وفي عندك اللي هو تكسديريميو. تكسديريمي يعني تحنيط، تحنطه. فيعني فينا عندك لا تلا، يا ما تبيعه يا ما تحنطه، ما في عنده خيار تاني انه ياخده وياكله، ما في هيك شيء. فيا بتبيعه بارضه يا بتحنطه بارضه.
هذا مثلا هذا حقه 47، فخلينا نشوف الثاني قديش حقه كان. اعتقد هذا كان 35، هذا ارخص، ففينا نحنط هذا مثلا لانه هذا اصلا ما انصاب برجله، ما انصاب غير برجله، ففينا نحنطه وباقي كله عنده حي تقريبا. رح نعمل له تحنيط، بيم حنطنا. امريكان بوجر هي حنطنا. هذاك الثاني وين كان؟ نسينا. طيب انا هذا الثاني هنعمل له سيل، هاي بعناه. شوف ما احلى. هلا هون في شغله حلوه كتير بيورجيك انه انت مثلا بتكون عم تصطاد فريسه، على هذه الفريسه ضعيفه، ففي في فرائس يعني بتكون قويه مثل مثلا دب مثلا او الغزال او كذا، ممكن تصيبه بس ما تقتله، فيصير ينزف. لما بينزف فبترك لك دمه، وبصير انت فينك تتحرك او شو اسمه تتحقق من دمه. فبيقول لك amount lot of blood air bubbles، معناه هون عم بيقول لك انه في بقلبه فقاعات مدري شو، وعم يعطيك الهيئة instant انه هلا حاليا، وعم بيقول لك distant before expiration 0-50 متر، فالمساحة مسافة ممكن لسه في 50 متر، ما وصلوا 50 متر تقريبا، بحدود 50 متر. ال blood color pink مدري شو، فبيورجيك بالضبط شو هو هذا، بيورجيك شوية بيانات عن الدم يلي انت الحيوان اللي صد للحيوان اللي صدته، الشيء اللي انت بدك القدرة، او مثلا مثل هون شايفين مثلا هون يعطيك مثلا اثار، يعني مثلا هاي بقايا حيوانات او فضلات الحيوانات، يعطيك انه شو هاد looks fresh animal species، بيعطيك انه شو هو. فانت فينا عن طريق هاي الشغلة تلحقه. مثلا شوف هون هاي مثلا هذا عبارة عن يورين، هذا براز، هذا البول تبعيته. فانت فينك تطلع هيك وتقول معناتها في حيوان معين هون، فهي بتساعدك تقريبا بتقفي الاثر مثل ما بيقولوا لحيوان معين. طيب هلا احنا المطلوب منا هو بيقولنا انه نرجع على البيت باي بولت جرايفل which is more stable for deer hunt. اها هلا بدنا نصيد غزال، بس لحتى نصيد غزال بدنا نجيب شغلة معينة واللي هي البولت مدري شو، اللي هي بتكون فعليا ثابتة اكتر. ها مثلا هذا هو الامريكان دوج كالم ريد فوكس كالم، لازم يكون ريد فدول او ها حاليا عملنا هذا امريكان. فينا نشتري موني سلك تروفي بكلفنا تقريبا 250 وان سلوت، نشتري بس ما في داعي ان لا اشتري انا. كفو هلا نروح على الشوب ونشتري. شو قاعد بيقولوا لنا اشتري 783 بولت، وين هي 783 بولت؟ هاي 783 هذا مو بولت، وهذا يعتبر بولت. هذا هو اصلا غير مفتوم، لازم نشتري معنا 1500 حاليا، ففينا نشتري باي. ممتاز اكيوب ذا نيو رايفل، نجي لهون وين كان هذا هون بتعمل له اكيوب، تجيب لهون بتعمل له هيك وتجيب له هيك لو كيوب. ما بياخذ هذا على ها على بلا اخذها اي 783.
بيرفكت. عم بيقول لك هلا ريتش ذا جلاس اريا. يعني تشوف طبعا طريق خريطة تشوف بالضبط وين لهون. فعليا انت فينا نجي لهون ومن هنيك فينا نمشي. جراسلاند نوصل على منطقة جراسلاند أو أرض الأعشاب. لسه عندنا شغل كتير. لو اني رايح بلاي تعال خلينا نروح. شايفين سيارة بتضل محلها ما بتروح. طبعا ما لازم انا اروح كتير بالسيارة لانه او غمق كتير بالسيارة لانه فعليا بيسمعوا صوتها بيهم بيهربوا. بس حادخل منطقة اها ليكون يا سلام. ليك في هذا المنظر. أبي لك هون you have spooked the animal. They have run away together outside of the need zone. I need time to claim نقرب اكثر عشان نتاكد انه نصيبه. سمع ما بعرف سمعانين خلينا بس سمعكم اصوات اللعبة. حاليا هذول بيبعدوا عنا تقريبا بحدود 100 متر. هذا بيبعد عنا تقريبا كمان بحدود 100 متر. فهلا فينا هذا 100 متر فينا نقرب اكثر. وايت تيل او هربوا. هربوا شيت. كان لازم
لازم نطلع لهون. نصيده من فوق. كان بمكان حلو يا حوي انتو. طلعوا مثل الحيوانات الطبيعية بيهربوا بس يحسوا انه في حدا حواليهم. بصراحة اصطياد الغزال ما نبيها السهولة ابدا. اعتقد هذا ثعلب ولا ذئب ولا شو بالضبط، ما بعرف شيء هون غريب. فعلا ثعلب هذا. اوب 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 عم يطلع لعنا. طبعا احنا لساتنا عم نحاول نلحق الغزلان اللي روحناه من ايدنا اول مرة للاسف. يعني صراحة ما توقعت ان يهربوا بهالسرعة. بس هي شغلة من الشغلات التانية اللي بتورجيك قديش هي واقعية اللعبة. يعني احنا مجرد ما قربنا عليهم قام هربوا، لان قلنا لازم تكونوا تمشوا على البطيء. اعتقد انه هون بالغابة مستحيل نلاقيهم بصراحة. الا اذا لقينا شيء اثر لهم
هذا الأثر اللي عم نحكي عنه شايفين تسمي مول دير غزال رجلين غزال رايحين بهذا الاتجاه وفينا نلحقه ما هي كمان رجعنا لقيناه وهي وايت تايل دير هذا هو لوك فريش كان قريب قريبين احنا عم نلحق الأزر صح والله يعني حلو بالموضوع انه في تتبع اثر وفي شغلات حلوه صراحه ها شايفين هاي كمان لساتها عبدلنا انا احنا بالطريق الصح نعم طلع عليه وين اختفى حتى اثاره اختفت نرجع نضبط موضوع اختفي اثره صح ميل دير انلوكت هون كان قاعد هون قعدوا بعدين من هون وين راحوا اها
نعتقد هذا الشجر مكسر. بيدل عليه هون هن مرقوا من هون وكسروا الشجر هيك بظن يعني. طبعا بصراحة تتبع الأثر متعة يعني الأمانة حقيقة يقال يعني. هذا درجة الواقعية الموجودة باللعبة انك انت تتبع أثر حيوان بهاي الطريقة عن جد متعة. ولو انه برجع بقولكم صح اللعبة بتاخد وقت وبدها شغل كتير وما بتخلص بهيك يعني. مثل ما بيقولوا هي اصلا هاي اللعبة يعني هي الصيد متعة ما انه الصيد شغلة يعني انك تخلصها بخمس دقايق وخلصت. لا منا مهمة هيك انك تنهيها فورا، لازم تاخد وقتك فيها تدور صح تتبع الاثر صح. هلا انا ما بعرف اذا عم بتبع الاثر صح بصراحة او لا، بس انا حاسس انه انا عم بتبع الاثر صح لانه في شجر مكسر كتير. ف عم يهيئ لي انه انا ماشي صح. هلا امانة ما عندي فكرة اذا انا ماشي صح او لا. ولو اني على فكرة حاسس حالي ضيعت الاثر. ضيعت الاثر، طلعت برا طلعت برا الزون طبعا. طلعت برا الزون كله. واخيرا لقيناه هون ليكون، بس كتير بعاد حاليا يعني تقريبا بحدود 250، ما فينا نصيبه من هون، لازم نقرب شوي عليه هون. واخيرا وصلنا لقينا القطيع. طبعا هاد بيبعد عني 150 او 153. هذا اللي راح تصيب، انا راح اضرب على هاد يقرب، هو 145 تقريبا، لان اذا قربت بصراحة ما راح صيبه حاسس حالي. ها صبته المفترض اني صبته. ها يا لطيف هذا اللي ما صبته. اذا ما صبته مصيبة.
شكلي ما صبته. لا والله صبته ليكو. هاي دمه. Blood deer. وينه بس راح؟ هاي أسر تاني لإله. يا سلام، بدنا بقى نلحق الأسر صح. اها هذول هني، بس نشوف مين هذا المصاب بيناتهم. هذا القطيع والله. ها بقى سبه ممتاز. زي مية مية وخمسين. اوبا، على فكرة صبته بس هالمرة صابي كانت اقوى. اعتقد ما بيطول يموت. وينو؟ وينو اللعين؟ وينو؟ المرة أكل إصابة محترمة. ها عليكو مفترض إنه أكل إصابة محترمة. المشكلة إنك تعرف ترجع تصيده نفسه وإلا ما بمشي الحال. كل مرة بدك تصيد حدا ما بتخلي بالاخر بيموتوا كلهم. يمكن بتروح بتلقسهم واحد واحد.
هي أقرب مسافة ممكن أعتقد نوصل لها لإلون 128 متر. عم بحاول أمشي شوي شوي لحتى أقدر أوصل لهم، بس بصراحة الموضوع ما له سهل أبدا. وأخيرا صبنا إصابة مهم منيحة. سدوني زي بقولكم صلي تقريبا شي ساعة بحاول صيده ويعني صراحة موضوع ما سهل أبدا إنك تصيد غزال، بس على الأقل هلا صار عنا طريق نتبعه أو دم. هذا دمه ممتاز، هذا الدم تبعه بدنا نحاول نلحقه لحتى. برافو small amount of blood، بس انه على الاقل في اثر له. ممتاز، لساتنا عم نلحق الأثر. بس في كتر الأثر ورا بعضه معناتها بيكون إما قرب يموت أو بطأ حركته، فأعتقد إنه هو هون صار قريب منا. يعني صار الدنيا ليل وما لحقنا وما قدرنا نضبط لكم يا عم، يعني ضيعنا الأثر وضيعنا الغزلان وضيعنا كل شيء. بصراحة اللعبة ما أنا بها الساهل، حكيت لكم أنا بالبداية إنه يعني تحتاج لصبر كتير كبير، بس بدكم حدا يكون عنده صبر. انا صبري نفد، حاولت اني اصيد لكم اياه بس للامانه ما قدرت صيده، فراح اترك لكم موضوع الصيد لكم وحد تجربوه انتم، وانتم صار عندكم هلا فكره عن اللعبه بالاساس او فكره اللعبه كلها بالكامل كيف شكلها وكيف مبداها، وفعليا واقعيه لدرجه كتير كبيره، لدرجه انك انت عن جد لازم اول شيء تطلق على الحيوان مرتين ثلاثه لحتى تصيده، تاني شي لازم تنتظر وتحاول
يعني تتبعه كتير مثل ما شفته، تحاول تتبع الأثر، وحاول أنت كمان أنك تحاول يعني تشوف أماكن اللي بيأكل فيها وأماكن اللي بيقعد فيها، تحاول تصبر تستنى وترائب لحد ما تقدر تصيده على المزبوط. موضوع ما أنا بسهولة أبدا، موضوع بيحتاج شغل كتير وتعب كتير، ما أنا متوقع، مو من ما توقعنا أو بالأحرى هيك كنا متوقعين نحن، بس إنه يعني مو مثل ما بيفكروا الناس إنه هي لعبة سهلة ممكن تخلص معك بساعة أو ساعتين. لحتى تصيد غزال واحد فأنت بحاجة ممكن يومين ثلاثة، تصيد غزال واحد راح نصيد هاد، حتى رصاص ما معنا، بدنا نرجع نصيد، نرجع نجيب رصاص حتى نقدر نصيد. على كل الأحوال هي كانت تجربة للعبة، أنتوا بقى فينكم تحكموا عليها وتخبرونا على رأيكم فيها وبالألعاب التانية اللي عم نلعبها. كمان لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس لأنه في عنا ألعاب جديدة راح تنزل إن شاء الله وراح نجرب لكم إياها أول بأول. غير عن هيك في عنا ها هي غزلان ليكون، على الغالب أنا ما راح أقدر صيدون بس حجرب آخر تجربة. بس أول شي نعرف قديش بعيدين عنا، بدي اجيب هاد ابو تروفي بطاقتين 143 عني بمعيد ممتاز. هاي نزل 150 بصراحة أكل إصابة جدا قوية، مفترض إنه عم نحاول نروح نتبع الأثر مرة تانية. ها أكل إصابة ممتازة وأكل وضربة بالرئتين تبعيته، لأنه مثل ما شايفين عم بيقول لك في air bubbles وفي عندك the amount of blood is medium واموره ممتازة. time of experience is slow، يعني هذا هي اصابة مميتة حصرا حتما. وبس اللي علينا هو حاليا هو انه نتبع اثر الدم. هذا موضوع بصراحة على الغالب انه مات. واخيرا هذا هو الغزال مثل مو شايفين. عن جد حلو. حلو هاي هذا هو الغزال واخيرا صبناه مثل ما قلت لكم، اجت الرصاصه برئته فادت بالعظم الفقر. واو بس صدر ضربت الرئتين طلعت من تاني جنب ولا ما طلعت؟ ضلت جوا طلعت من تاني جنب. واو طيب ممتاز. هلا معناتها نحن فعليا اخذنا الغزال قبضنا عليه وخلصنا المهمه تبعيته. طبعا حقه مثل ما شايفين 532 لانه بصراحه جدا مهم، انا ما حبيعه حنطه. ف عم بيقول لك introduction complete، you have learned basic of hunting، تعلمنا الهانتينج وهلا صار فينا نعتمد على حالنا، صار فينا نشتري اغراض ونحطهم عندنا بالبيت. وكمان هون عم بيقول لك restaurant orders، صار فينا كمان تعمل طلبات من المطعم. شوف اخر رصاصه ها ما صار عندنا رصاص كمان. يعني بصراحه جدا كانت جدا خطيره اللعبه، اخر رصاصه انقذتنا. ممتاز. على كل الأحوال هي كانت نهاية الحلقة لليوم، بس طبعا أكيد لسه في عنا كتير شغل. هلأ هون فينا فاست ترابل أوكي. لسه في عنا كتير شغل وفي عنا كتير ألعاب حنلعبها إن شاء الله قريبا. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس، وكمان خبرونا بالتعليقات شو رأيكم بهاللعبة وبالألعاب التانية، وإذا أنتوا فعلا متحبين النوع من هالألعاب هذا اللي تحتاج صبر تحتاج شغل كتير أو لا. حاليا هذا الغزال صار عنا
ما بعرف اذا فيني احطه هون او لا بصراحة. بس بتمنى اني احطه. ها ليك هذا ميل دير، عندنا واحد هون سلوت، هذا هو اعتقد. ايوه هذا اللي صدناه. بدنا نحط هون واحد ثاني اظن، ما معنا هذا اللي صدناه، يمكن مو هذا اللي صدناه ما بعرف. المهم على كل الاحوال حنطناه وصار فينا نودعكم ونقلكم يومكم سعيد.